وكالعادة دايما بيكون معانا في صباح الخير يا مصر مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن في البداية بيكون معانا أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أبرزها، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك مع سلطان عمان وأمير الكويت ورئيس العراق. أيضا سيادة الرئيس بحث مع رئيس الوزراء خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية. أما بالنسبة لأخبار مجلس الوزراء، فامبارح دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع مسؤولي شركتي تيدا وشين شينج الصينيتين، وده استعدادا لإنشاء مشروع إنتاج مواسير الظهر وصناعة الصلب بتكلفة بتقدر ب 2 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تعالوا نعرف مزيد من الأخبار من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأجرى سيادته اتصال هاتفي مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتلقى اتصال من محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجميع الوزراء اعضاء الحكومه وده مقر القياده الاستراتيجيه في العاصمه الاداريه الجديده. تناول الاجتماع استعراض خطه الحكومه لنقل الوزارات ومختلف اجهزه ومؤسسات الدوله للعاصمه الاداريه الجديده. ووجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان ان يكون انتقال الحكومه للعاصمه الاداريه الجديده تطوير حقيقي للجهاز الاداري بالدوله بشكل شامل ونوعي. امبارح قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بكل فخر واعتزاز شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي انطلق من العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المشروع الثقافي الشامل سيكون نواة لتقديم مختلف الخدمات ونافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع مسؤولي شركتي تيدا وشين شينج الصينيتين لاستعراض مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات بتبلغ 2 مليار دولار، وده داخل منطقة تيدا للتعاون الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع وفد فرنسي، وأكد رئيس الوزراء أنه على مدار الثمان سنين اللي فاتوا كان المحور الأساسي لعمل الدولة المصرية بيركز على بناء الإنسان المصري، وأنه قبل ثمان سنوات كانت المساحة المعمورة في مصر لا تتجاوز 7%، واليوم نحن بنتحدث عن مساحات معمورة تصل ل 12% من إجمالي مساحة الدولة المصرية. نروح مع حضراتكم دلوقتي لأخبار المحافظات، لأن زي ما احنا عارفين دايما في أخبار كتيرة وموضوعات بتحصل في كل محافظات الجمهورية. هنبدأ بمحافظة من محافظات الجمهورية وتحديدا السويس، تحديدا نروح للإسماعيلية، لأن في الإسماعيلية تم الانتهاء من 50% من أعمال تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، وكمان تم في الفيوم، لأن احنا زي ما احنا عارفين أن رمضان هو شهر خير، تم توزيع أكتر من عدد من الكراتين، بنتكلم في 10,000 كرتونة تقريبا ل 10,000 مستفيد خلال شهر رمضان الكريم. صحيح يا أحمد. كمان من أخبار المحافظات، أمس تم انطلاق ملتقى الفن التشكيلي للمرأة في دمياط وافتتاح معرض أهلا رمضان بالبيطاش في الإسكندرية، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسماعيلية اللي أعلنت فيها جامعة قناة السويس الانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية بنسبة أكثر من 50%. في الفيوم تم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية و2000 كيلو من اللحوم على 10,000 مستفيد من غير القادرين بالمحافظة، وده ضمن مبادرة كتف في كتف اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
في المنوفية تم إقامة 95 نشاط ثقافي في 26 موقع بمختلف أرجاء المحافظة، استفاد منها حوالي 3749 شخص، وده بهدف تنمية الموهوبين والنابغين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة ليهم، بالإضافة لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة. في الغربية تم افتتاح مطبخين لتجهيز وجبات إفطار متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين طوال شهر رمضان الفضيل بمركزي كفر الزيات وطنطا. في دمياط تم افتتاح الملتقى الأول للفن التشكيلي للمرأة، وشارك في دورته الأولى 51 عارضة من الهواة والأكاديميين، وقدموا حوالي 70 عمل فني بمجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف والنسيج والسجاد وطباعة المنسوجات والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي. في مطروح تم انطلاق البرنامج التثقيفي للطفل في 65 مسجد على مستوى المحافظة، وتم تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم ورصد 200,000 جنيه جوائز للمتسابقين. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة الاستعداد لموسم حصاد القمح للعام الحالي بإجمالي 436,505 فدان بزيادة 50,000 فدان عن العام الماضي، وتركزت المساحة الأكبر في منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186,000 فدان. في الإسكندرية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بالبيطاش بنطاق حي العجمي ضمن خطة المحافظة لإقامة المزيد من معارض أهلاً رمضان على مستوى الأحياء ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين مع تخفيف العبء عن كاهلهم.